والآن إلى آخر أخبار الطقس. ومرة أخيرة مع رجائي رمزي، إليك رجائي. شكرا ريهام، شكرا يوسف. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابع هواياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وأيضا جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأحناء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة مشاهدين المتوقعة غدا في محافظات ومدن الجمهورية الدوابي. محافظة القاهرة العظمى فيها 38، الصورة فيها 26 جو حار، الإسكندرية 33 25، مطروح 32 22، بورسعيد 36 26، الإسماعيلية 40 25. أما محافظة السويس العظمى فيها 39، الصورة فيها 25، العريش 36 25، طابة 39 25، شرم الشيخ 41 30، الغردقة 41 29. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 43، والصغرى فيها 29، أسوان 44 30، الوادي الجديد 43 24، شلاتين 39 27، أما حلايب العظمى فيها 36 والصغرى فيها 28. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابعها.